وزارة الإعمار والإسكان تؤكد استمرار الأعمال في مشاريع فك الاختناقات المرورية البالغة 19 مشروعاً في المرحلة الأولى التي خصصت لها وللمرحلتين الثانية والثالثة مبالغ مالية ضمن موازنة العام الحالي أو عن طريق آليات صرف بديلة عنها. التخصيصات موجودة ضمن هذه المشاريع، في حال إن شاء الله ننتظر إطلاق الموازنة بأسرع وقت لإكمال باقي المشاريع ضمن الحزمة الأولى، وهي بكل الأحوال الحكومة متعهدة بتوفير التخصيصات لإكمال هذه المشاريع المهمة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ آخر اللي هو يخص بالطرق الخاصة بالمدن السكنية الجديدة التي من المزمع إنشائها. ذن الفقرتين الاثنين هن موجودات ضمن فقرات الموازنة. مداخل العاصمة وطرقها هي الأخرى تجري أعمالها وفق التوقيتات والخطط المعدة لها. مدخل بغداد الشمالي هذا يشهد نسب إنجاز متقدمة على مستوى إعادة التأهيل والتطوير. ندلل كل الصعوبات، الإسراع في العمل، متابعة فقرات العمل، المواصفات الفنية، تأكيدات رئيس الوزراء في سبيل خدمة هذا المشروع الحيوي. الآن يعني بدينا ننفذ فقرات مهمة اللي هي فقرة أنه صب الكونكريت وإنشاء الطريق البديل، كلها في سبيل تقديم خدمة لداخلي محافظة بغداد. تم اليوم الاتفاق إلى إضافة جسور مشاة في الطريق ما بين 15 إلى 20 جسر مشاة حسب الحاجة الفعلية، وتيرة العمل تصعب صورة تدريجية. الانطلاقة الحقيقية راح تكون بعد مصادقة المكتب الاستشاري الدولي على التصاميم الجديدة. عندنا إمكانيات عمل مهولة، لكن احنا شوية نعاني من الازدحامات ونعاني من المرور، حركة المرور السريعة، وعندنا نحقق انسيابية بهذه الأعمال حتى نباشر بالأعمال البقية بإنجازات عمل أكثر. وبهدف إنجاز مشاريع إعادة تأهيل الطرق وإنشاء جديدة منها، تتم أعمال هذه المشاريع خلال 24 ساعة باليوم الواحد وفقا لتوجيهات رئيس الحكومة وبرنامجها الهادف لتلبية تطلعات المواطنين. سجى جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد.